اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامجكم سولوا الناس. وفي اليوم العالمي للطبقه العامله غادي نسولوا مواطن المغرب شنو كاين اليوم في تاريخ فتح ماي او عيد الشغل. نتابعوا ارائهم اجاباتهم وراسها لكم ما تمشيو فيه. فتح ماي ما عنديش معاه شي ما كنعرفوش انا. فتح ماي لا ما عرفتش والله شنو تفتح ماي فين هو الشغل باش دير عليه العيد اصاحبي هذا ولا كيش لينا على الدبره صاحبي. لا دابا اي واحد دابا كتسولش يقول لك جوج عياد اللي تنعرف يا عيد الكبير يا عيد رمضان وذوك العود العمال وذوك العيد الاخرى بلا ما نذكر السميات ديالهم. ما حيتش بنادم تيبقى فهمتي ما كيستافد منه حتى حاجه. واحد الشغل ما تنستافدوا فيه والو عاد تنسمعوا به ياك. والعيد كاين جوج عياد العيد الكبير تناكلوا فيه اللعب والعيد رمضان تناكلوا فيه الحلوه واتاي الى اخره. صافي هادشي اللي كاين الشغل في المغرب على الاشاعه. الشغل ما كاينش كاع في المغرب سابع بطاله المغرب. المغرب راه تبينا الخادم باش نحتفل له بعيد الشغل. خليها على الله بنادم راه مقهوره بنادم راه وصلت للعظم. ترى السداد راه طيبناهم اخويا والله تطيبناهم بالله. بنادم راه ناعس عاز رجليه تيتسنى بوي عطيه. فين هو الشغل صاحبي؟ خاص الوزاره دير لنا شي حل اخويا راه مقهورين. الشباب غيضيع والله الشباب غيضيع. دابا انا بغيت نعرف واش هاد العيد الشغل تيديروا الحلوه ولا اش يديروا الشوايه ولا شنو؟ بغيت نفهم. ما كاين والو ما زايدين لنا حتى فائده ما زايدين والو. مريحين بنادم ضيع ليه نهارو هو داك اللي ما مريحش هو مريح في دارو شاد داك السداري شاد داك الكوان. كنعرف اخويا الربيع غير البريوات ونصيب المسمن والبطبوط هادشي اللي تنعرفه من داكشي ديال التاريخ وداكشي. حنايا انا ما عنديش مع داكشي صراحه. الا قلت لك فاتح ماي هو عيد الشغل. ايه عيد الشغل ولكن انا شغل عندي ديما دائما ما عندي لا فاتح ماي ولا حزانون. كلشي عندي بحال الحال. انت ديما خدامه؟ انا ديما خدامه. حنا دايرين بحال كيقول لك الراجل بحال الفاس ولكن المراه اللي رجعت بحال الفاس فيما ولات تفر. ماشي بحال الراجل يعني ولا مره طيريه والمراه راه ولات يعني تخدم ديما. انسان تضرب تماره ديما ولكن بالعكس راه مزيانه تماره كتحس براسك كونفور. الا جلستي في الدار اللي كتحس براسك راه فاشل. ضروري الانسان راه واخا يكون عايش شغل ولا يكون اللي بغى يكون انا ديما خدامه. واخا تكون مقلق راك خدام خاصك تخدم حيت خاصك ضروري ترد ما تاكل وما تشرب وكلا الكرا وزيد وزيد. شنو فاتح ماي؟ راس العام. هادشي اللي قلت لك هادشي اللي كنعرفه. دابا اليوم راس العام؟ لا غدا ان شاء الله باذن الله. غدا الاربعاء. شنو كاين؟ فاتح ماي كنبيعوا فيه حنا حلوى. حلوى الكوك. عادي فاتح ماي بحال كل شهور عادي. شنو فاتح ماي؟ عيد الشغل. شنو خدمة. كيفاش؟ اش كتعرف على هاد النهار؟ كنعرف عليه هو وكنعرف عليه عيد الشغل. كيديروا دايرين عيد الشغل الله أعلم الناس كيديروا. عيد الشغل كيحتفلوا بعيد الشغل بأن الخدمة وداك الشيء الله أعلم. عيد الشغل هذا النهار اللي خصيصا للعمال اللي كيعطيو فيه يعني المطالب ديالهم و يعني كيف يعني واحد الدار الانفتاح على بزاف ديال المطالب ديال العمال. يوم عالمي يعني وعلاش حيت انا واحد النهار كنت عامله ويعني كان هذا النهار كيمثل لي واحد اليوم اللي هو كان مطلوب فيه بزاف ديال المطالب اللي كتكون ضارانا. اليوم فاتح ماي اليوم عيد الشغل. اليوم هو النهار اللي المسؤولين كيتصنتوا العمال يعني كومونيكاسيون ديريكت بلا ما تكون لنا نقابات لا جوج. يعني اللي كيدوز في الشارع سي لي سوي تمنيات وهذا. ابسوليمون وي باسكو لو بروميي مي سي ان جور او لانسام دو ترافايور دي موند سيليبر لا فيت دو ترافاي اي لا فيت ان انتر امي انتر كولابوراتور انتر فامي. Et chacun peut recevoir ses amis ou bien, par exemple, si on a un responsable d'une entreprise, il peut inviter tous les employés de son entreprise. Ils vont faire une fête ensemble, ils vont discuter de leur carrière et partager des moments forts. Et personnellement, moi, je ne suis pas encore travailleur, je suis encore étudiant. Je
حب واقعي. لا ذاك 14 مليون. لا ما عرفتش اخويا والله ما نكذب عليك. لا والله ما نكذب عليك اخويا ما كيف يعني لي والو التاريخ صار هذا الله. وعيد الشغل اخويا هو عيد فهمتي كي يحتفلوا بها دوك الناس اللي خدامين و... لا اخويا باقي كنقرا يلا نخدموا. ما عندك قلت يحتفلوا. انا علاش نحتفل اخويا عيد. إذا مشاهدينا الكرام كيف تابعنا فأراء المواطنين المغاربة كانت مختلفة، فكاينة فئة اللي تعرفات على هذا التاريخ وعرفت أنه عيد الشغل هو يوم للاحتفال بالطبقة العاملة، كاين للأسف هذا اليوم ما كاين له حتى شي حاجة، هكذا ما بقى لي غير نقول لكم حلقتنا وصلت لنهايتها، نتلاقاو إن شاء الله في حلقة جديدة مع موضوع جديد، دمتم في رعاية الله وحفظه.